متابعين نحن وياكم أصدقائنا المشاهدين وحلقتنا من عهوى المحبة حتى نحكي أكثر مع ضيوفنا وضيفي باستوديو المزين النسائي راني العلم. راني أهلا وسهلا فيك. بونجور. كيفك؟ كنت أفكر إذاعة بس أول شيء، أنا تفاجأت أنه إذاعة وتلفزيون. صح صح. فأهلا وسهلا فيك باستوديوين تشاريتي تي في وصوت المحبة. أهلا وسهلا راني. بعد ماشي المصلحة بعدها اكيد بظل كل عم بحكي بلبنان. هلا اذا عندك انت اشياء بدي اسالك بس بدي هلا انا اللي بدي اسالك انت برايك في شي صبيه بالعالم ما بتحب تظبط حالها؟ لا بس في صبيه ما معها مصاري مش قادره تظبط حالها، بتظبط حالها بالبيت. اوكي ما معها مصاري تمشين تظبط حالها، احنا موجودين تنظبط لها مصاري ولا بلا مصاري؟ يعني شو بدنا احسن من هيك؟ المهم يكونوا الصبايا مرتبين. و بس اذا بدنا نحكي كمهنه قديه فيها تحديات هلا حاليا، خاصه يعني بنحكي بازمه كورونا، واحد قديه سكرته بلوك داونز كتار هلا بهيدي فرق الدولار. هلا ابونا بهيدي الفتره فتره كورونا اذا بدك كثير علمت الناس على كيف يقدروا يشتغلوا هن كمان على حالهم از كلاينتس، قدروا يشوفوا اكثر، قدروا يركزوا اكثر على كثير يعني تكنيكات جديدة للدومين. تبقى يعني الست كتير مستعجلة وبتعرف يعني صارت الست يعني بالمجتمع مثلا اكزاكت يعني ما عندها وقت بقى لها انه هي تضل انه تهتم هي بحالها. هيدا هلا كان عندها الوقت الكافي لها. بنفس الوقت صار نحن السيرفيس تبعنا كمان غير وصرنا اكثر عم نشتغل على الاونلاين. يعني نطلع مثلا على اللايف نقدر نعطي كورسات تقدر الست تستفيد منه، نعمل وركشوبات اونلاين تقدر كمان الكلاينت تستفيد منهم. ليتس سي مثلا عملت سبور بالبيت خلصت، كيف تقدر تتحمم ترتب شعراتها، كيف انه مش ضروري انه نروح نحن كثير تو ماتش للاكستريم، انه فينا نكون عم نعمل كثير اشياء ثانيه. وبتلبق لنا في مثلا سيدات بتقلك لا انه مثلا كانت تضطر تعمل الوان كولوريت بتحرق الشعر، او مثلا تقدر نوعيه شعرها ما بتحمل لمش يعني بتضطر انه يتضرر الشعر لتطلع اللون اللي هي بدها اياه وبيطلع الشعر مش صحي. هلا عم شوف بعض الصور نحن من ايش هيدا هلا هيدا اللي دارج هلا لا ما في شيء اسمه دارج، هدول يعني كوليكسيون اذا بدك بتقدر تستفيد منها السيده، كل حدا شو بيحب اللاين اللي هو بيرتاح فيه الناتورال المرتب الكلاسيك. هلا في كثير ناس بتشوف عم شفتهم شيطات كلاسيك بفكروها اذا هي كلاسيك انه هي بتكبر بالعمر بالوقت اللي هي بتعطي اكثر رقي. عاده هودي الموديلات يعني حسب شخصيه كل سيده exactly. حسب شخصيتها حسب المناسبه اللي هي كمان رايحه عليها بدك تكون عم تبتكر. هون بترجع انت قد ايه بتحب المهنه تبعك تمشان تعطي العطاء، واكيد اهم شيء يكون الزبون مبسوط ومرتاح. المهنه مبنيه على درس، مبنيه على موهبه، مبنية على شو أكتر شيء؟ نحن يعني كيف المهنة تعرف شو يعني شو بيلبق لها السيدة؟ كيف نحن المهنة مبنية على ثلاث يعني مش حقلك على ثلاث شغلات ولا على مش هعدد البازات تبعها، بس هو المفروض أول شيء يكون في education لألا لأن نحن مصلحتنا أول شيء بتتطلب دائما الconsultation هي شغلة كتير مهمة. عندك بده يكون مثل بروفيسور يعني مثل الدكتور بده يشتغل بالشعر مش إنه بده يتعلم مع الكلاينت اذا هو مبتدئ شيء، واذا هو اكسبرت شيء ثاني، اذا بروفيشنال بده يكون مثل الدكتور معه. بس اذا عم بيتعلم لازم يسال يعني الشخص اللي عم بيتدرب بروفيشنال اكزاكتلي. وبنفس الوقت سيرفيسك بده يكون مثل سيرفيس الاوتيل نفس الشيء. يعني ما فيك تاثر معهم للكلاينتس بالسيرفيس وما فيك تجي تقول لهم بلا بقدر اني اعمل هول الاشياء وانت ما بتقدر انك تعملهم. يعني بيكون في مصداقيه اكزاكتلي يعني بدك تكون كثير صادق تالناس ترتاح معك وانت كمان عندك مثل اي شخص مثل اي مهنه عندك رساله بدك توصلها بهذا الدومين. بيحبوا الكلام الحلو يعني في اوقات بنعرف نحن كلنا بنحب الكلام الحلو مش بس السيدة. وصل لك بالحديث في اوقات يعني بيقولوا انه بيشتريهم بكلمه
لا يعني هدول هدول التعابير انا ما كثير بيمشوا يعني لانه نحن كثير بنسمعهم هذه الكلمه انه عفوا بس بدي اقول لك شغله هيدا من احلى الانترفيوهات اللي انا عم بعملها هلا عم بحكيك اياهم لايف يعني عن جد لانه انت شخص كثير بتعقد الله يخليك عم تسالني اشياء كثير حلوه يعني انه بعيشها باليوميات تبعي بالدومين تبعي انا لانه بنسمعهم يعني نحن لا هدول التعابير مش موجودين نحن عنا انا اكثر بروفيشنال بهول انه بكون مش لبق لها مثلا الموضوع لا بتطلع بتجنن طلع كثير لا هلا في كثير ناس يعني عندها اهم شيء اهم شيء اهم شيء بدك تعرف انه دائما انت ريلاكس وانت ارتست يعني انت بدك تشتغل الشغل يكون حلو ومهضوم وبدك تعطيها تراست بيزعجك اذا مثلا حدا من السيدات اللي كانوا من تحت ايدك قالت لك ما عجبني اللي عملته لا شو بتقلها لا ما بيزعجني بس كمان بنفس الوقت برجع بقول لك الاكسبيرينس تبعنا بالدومين يعني هيدول كنت يمكن باول ما نبلش بالدومين كنت كتير واجهون أما هلأ لا لأنه أنا عندي American system so ما فيها تفوت الزبونة قبل ما نعملها consultation okay. so بدها تكون عارفة exactly إحنا شو عم نعمل وإذا في شيء بيكون بيأذي ممنوع يعمل لأنه يعني في معايير standards معينين أخدينهم بعين الاعتبار حتى تكونوا عم exactly. تشتغلوا الشغل يلي عندكم exactly. بالنسبة لألك الشغل هو فن يلي 100% ابتكار كمان عم اوكي شو الاخر هلا في شيء بنسميه صيحات الموضه موديلات اخر موديلات هلا موجوده هلا ما بقى يعني شو دارج شو مش دارج هلا ما بقى في شيء اسمه يعني هو اصلا من الاساس اول ما فت انا بدون ما في شيء اسمه دارج في ترند معينه اوقات بتطلع مثلا حدا ستار بتقص افترضنا كوب تلبق لها لوجهه هيك بصيروا كل الصبايا يتخيلوا حالهم بالبرسنتي ايه انه بدي مثل هذا الشيء او بدي اعمل هيك او هون اكيد يعني تكنيك مو حسب كل كاليتي شعر كيف بدك تشتغل معهم حسب الوجه هون بترجع انت كفيزاجيست وكارتست بدك تعرف كيف تشتغل معهم ما في انه دارج الاشقر دارج no, 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 ما بعرف شو الخصال no, دارج no, no, no. اذا اجاني حدا مثلا ما عنده شعر من قدام وبدها ديزاين ما بعرف انه تغير كومبليتلي انا قادر اني اغير لها بس في اشياء معينه تكنيك مو بدها هي تكون ماشي معي واكيد الكوتيل ارتستيك بدي يكون انا بحط التاتش لتجي لعندي بده يكون عندها ثقه فيه قد ايه بتواجه ممكن يمكن مواقف معينه بدها تظبيط بدها تصليح يعني مثلا بيجي مثلا حدا او سيده مثلا منزوع شعرها بيجي سيده بتخبرهم بتقول لهم اذا مثلا في اشكاليه بالشعر انا بالاجمال اذا عم بسال عن شخصيتي انا كيف بقدر انا امن سيرفيسي مع الكلاينت انا من النوع يعني بس بهمني اعرف الهيستوري تبع شعرها من 2-3 years لحد ما وصلت لعندي وبترفق انا وياها بكل هيدي المرحله واكيد بسالها يعني بس وبحكي انا وياها تكنيك ما عن شعرها شعرها تعبان مش تعبان وهيك وهالاشياء كلهم بشرح لها اياهم ضمن الكونسلتيشن تبعها المواد الاساسيه اللي بيستعملوها هي بتتاثر بارتفاع الدولار وهي هلا صرنا عم نفوت اكثر على السوق اللبناني لا لا so عم نحكي هلا سوق لبناني هلا هون يعني. سوق لبنان لك شغله نحن بلبنان مش مخلصين هلا اكيد هلا البقيه اكيد رح نرجع نحكي عنهم بالتفصيل وين موجود بالعالم ولكن بلبنان تحديدا يعني هلا بالنسبه للبنان مثل غيرنا نحن نفتخر ونحن لبنانيه وما حنفل من لبنان وهيدا بلدنا وهيدا اساسنا واصلا انطلقنا نحن من هون وعرفنا انه نحن من لبنان ومن هون وفخورين ومبسوطين فيه هلا لمشان اقول لك انه هي المرحله اللي نحن مرقين فيها هلا في يعني في بيريد ما في يعني ما في يكون انا غير عن غيري فيها او انه مش فاهم لا بس انه مثل ما بيقولوا بدنا نكون كلنا واقفين حد بعض يعني ما فيك انت تجي يعني مختصر مفيد بدنا نعيش ذاتس اوكي يعني بدي ساعدهم مش ضروري اني شرج ما بعرف ادري شو او انه كون نوعا ما اخذ كل حقي لا يعني لا بدك تخسر ولا بدك تبقى مليون من وراء وما بدي يكون انه عم تصير مليونير من وراء اكزاكتلي راني خليني اوقف شوي انا وياك في معنا اتصال من سيدة انطوانيت كرم منظمة مهرجان الموسيقى ببيروت حتى نحكي اكثر مع اتصال سريع بحكيها هون ولا معك لا بحكيها هون على التي في وبرجع انا وياك خليك معك.